شكرا معلقنا كابتن ايهاب رجب. اذا انتهت احداث الشوط الاول مباراه كره اليد الاهلي والبنك الاهلي بنتيجه 18-12 في تفوق واضح للنادي الاهلي دفاعا وهجوما. كابتن يحيى راي حضرتك عن الشوط الاول فنيا سواء دفاعا او هجوما؟ هي بدايه الشوط الاولاني طبعا فريق الاهلي بيلعب 6-0 بالمقابله، فريق البنك بيلعب 3-2-1 في الدفاع، 3-2-1 مقفول. بدينا الشوط الاول الماتش سجال فرق جون فرق اتنين بالنسبه لنا لغايه الدقيقه 16 17 كده تفتح شويه. ظبطنا الدفاع طبعا بعد تغيير نعمان مكان مصطفى خليل، بقى يلعب هو في الدفاع في رقم اتنين وبيلعب باك ليفت في الهجوم. هو ده اللي حصل اصلا في التغييره دي، هي اللي عملت برضو كلام الكابتن طارق على التايم اوت اللي هو خده، ان احنا سرعنا رتم اللعب بتاعنا في الهجوم وبقينا ظبطنا كمان في الدفاع. الدفاع بتاعنا اصلا عندنا لسه لغايه دلوقتي في مشكله كبيره، موضوع اللعيب والاختراقات، مفيش تثبيت للمهاجم ذات نفسه او مسار الكوره يفضل شغال. هي دي مشكلتنا. فريق البنك الاهلي اصلا بيلعب على الاختراقات، بيلعب لعب فردي مش جماعي خالص، فكل واحد بياخد الكوره عايز يلعب هو واحد، لازم انا كمدافع اثبت اللعيب ما اخليش مسار الكوره يفضل شغال. الكوره مسار شغال يعني انا هتعب كمدافع، هطلع هقابل وهنزل والحاجات كلها، فده بيبقى فيه تعب بالنسبه لنا. طب ده سببه ايه يا كابتن يحيى؟ هل مثلا ليه بحس دايما يعني ما اعرفش انا يعني كبعين المشاهد بحس ان في بيحصل فجاه جاب في على الدايره، بلاقي جاب سواء باختراق حد بيوصل على الدايره او باصه بتنزل للاعب الدايره بيبقى فاضي، ده سببه ايه؟ ما انا بقول لحضرتك هو ايه موضوع التثبيت المهاجم ذات نفسه ان مقر الكره مسار الكره دايما شغال، مسار الكره دايما شغال، يعني انا بالنسبه لي كمدافع بتعب اصلا يعني ما ينفعش عدم تركيز طول ما الكره شغاله ماشيه وانا بطلع لازم اوقف الكوره طلوع ونزول حد كلها انا تركيزي بيقل طبعا اللياقه البدنيه والحاجات كلها بتفرق. بالظبط كده هو، وكمان انت بتلعب فرقه بنسبه 90% منهم اصلا بيلعبوا على الاختراقات ونزول الفرود، ما بيعملوش حاجه غير كده، لا اما الباك بينزل لا اما الوينج بيقطع، ما فيش حاجه ما بيعملوش حاجه غير كده يعني. فانا بالنسبه لي انا كمدافع اصلا لازم انا الاثنين الثلاثات كان فيصل موجود او الجزيري او المصري لازم يكلموا الاثنين الاثنينات اللي جابوه، مش كان محسن رمضان او كان نعمان او مصطفى خليل في الاثنينات اللي هم يضيقوا المساحات بتاعتهم، وكل لعيب بيجي له لازم يقابله، يطلع يقابل ويثبت. ما ينفعش ان انا كمان في مشكله عندنا ايه، ان احنا بنطلع نقابل ماشي وبعد ما اقابل والكره تمشي للعيب التاني ما بنزلش بسرعه، فالنزول عدم النزول بسرعه ده هو ده اللي بيخلي النزول للفرود السهل، او عندي كمهاجم الرؤيه للفرود كتير او لعيب بيقطع. هي دي مشكلتنا ان انا ما فيش كمدافع، هي ظبطت شويه اخر 10 دقائق فعلا. صحيح لو انت تلاحظ كده بعد نعمان ما نزل، بعد ما نزل في اتنين ماشي والمصري وكان الجزيري وبعد كده بدل عبد الرحمن فيصل مكان الجزيري، الدنيا ظبطت شويه وخطفنا بصراحه كام كوره وجينا فصل بيه الشكل اتغير في الدفاع. يعني اخر 10 دقائق في المباراه في الشوط الاولاني كان شكلنا كويس جدا في الدفاع ماشي، وكنا بنخطف الكوره ورجعنا لدرجه احنا جرينا حوالي كام فاست بريك حتى من حاسس ان الفرقه بقت اسرع كمان يا كابتن، يعني حتى ماتش سبورتنج اللي تعادلنا فيه احنا كنا اسرع، كنا يعني حسيت الفرقه بقت سريعه. ايه السبب طول ما انت بتدافع كويس قوي وعندك جون زي مثلا حميد النهارده صد كوره كتير جدا نجم وطلع كام فاست بريك، طلع لكاستيلو وطلع لسيسا، فده بيبقى عندك اما يكون الجون كمان بيصد بيديك ثقه انت كمدافع كمان ولعيب. بس انا ما وديش اللعيب فاضي ليها يا كابتن، برضو انا لما لعيب بيوصل على الدايره بيبقى واقف هو والجول كيبر واقف عندي بيبقى نسبه الصد بسيطه، انما لما بوديه خلصان وطالع من زقه وطالع من دفع وطالع من يعني طالع بصعوبه مني هيروح يحط الكره في زاويه مخنوقه، انما هي دي برضو يعني الجول بينجحه خط دفاعه اكيد طبعا. ما هي الكره اصلا عشان رايحه له كمان سهله، انا كمدافع ما قابلتش المهاجم اللي هو هيباص للفرود او ثبته او عملت معاه فاول او حتى لمست ايديه وهو بيجي يباص، فالكره رايحه له سهله جدا بالنسبه صحيح. لي انا دلوقتي انا ما اخليش مسار الكره يفضل شغال كتير قوي، لازم على الاثنين الثلاثات لازم يجي يقابلوا، ان هم كل لعبهم على كويتي ده في نص الملعب او يوسف بيلعبوا كل لعبهم على نص الملعب مع لعبه مع الفرود، يعني محمد زين او احمد هاني استلموا كام كوره اصلا من تحت كان الجزيري او تحت المصري او تحت الاثنين كان محسن او كان مصطفى خليل. بس برضه كابتن يحيى انا حاسس بحاجه، برضه حاسس ان احنا بندافع على الدايره مثلا 6-0 مع المقابله بحس ان احنا يعني حتى في الدفاع ما بنتحركش كيونت واحد، يعني بحس ان مثلا لو كره اتنقلت هنا بحس ان احنا اتحركنا
على ارض في الملعب، بس في حد منا ما راحش معانا فاتخلقت جاب، ده من غير اختراق من غير حاجه. ما بنتحركش كلنا دايما، انا اعرف الدفاع كانك مربوط بحبل، تحرك يمين تحرك شمال. هو الطبيعي ان الدفاع بيقلل المساحه بتاعته على حسب اتجاه الكوره، يعني اتجاه الكوره في الباك ليفت لازم كل مثلا الباك اللي بيطلع بيدافع لازم نقلل المساحات بتاعتنا، بس مش كلنا بنروح مقللين المساحات، بلاقي في حد دايما بعيد شويه فبتتخلق جاب، أو عندك لعيب سرحان او مثلا او طلع مثلا، يعني انت عندك مثلا ممكن الباك ليفت مثلا يطلع يقابل خلاص والكوره اتبصت للسنتر اف ما طلعش نزل بسرعه، فممكن الفيرويد ياخد مكان. فعلى النزول انا بقول ايه، ان انت طلعت تقابل لازم انزل بسرعه وبسرعه كمان، واتجاهك باصص لاتجاه الكوره بحيث ان هي ما تقدرش تنزل. ودايما الكلام مع بعض، الكلام في الدفاع مهم جدا، دفاع من غير كلام ما ينفعش، دفاع من غير تثبيت المهاجم ذات نفسه ما ينفعش خالص، لازم انا اثبت المدافعين، لازم اقابل بقوه كمان على الايد المصوبه اصلا، ما ينفعش ان انا اطلع بس بجسمي كده واطلع معاه من غير ما اطلع على ايده. بالظبط، لازم اطلع على ايده واثبتها. الوحيد اللي بيعمل دي عندنا يا كابتن بكفاءه ابراهيم المصري، انما يعني بحس ان باقي اللاعبين عندهم برضو الحته دي، ان احنا ما بنقابلش على ايد المدافع، احنا بنقابل الجسم. كويس ممتاز، بس ايده فري، ايده حره، بيقدر يجيب كتفه من ورا ويشوط. الحاجات دي حاجات بسيطه جدا جدا. هو الطبيعي لو انا شغلتها مره لازم اشتغلها على طول، ده المفروض ده السيستم بتاعي دلوقتي. انا الكره بدل شغاله لازم اطلع قابل على الايد المصوبه اصلا، اذا كان هيباصي او اذا كان هيشوط، لازم انا عملتها مره لازم اعملها الثانيه والثالثه والرابعه، ما ينفعش امشي على سطر مره. برافو عليك، صح، لازم صح. اشتغل كل الهجمه بعمل كده بالظبط، لازم اشتغل على كده والله. اشتغل 100% دفاع، واقول للمدرب الكابتن طارق مثلا او كابتن اشرف معاك بره، قول له انا تعبت، اعمل اقصى الفول باور بتاعك اصلا، اذا كان في الدفاع، الدفاع اهم من الهجوم. انت لو دفعت كويس، انت دفعت داخل 10 دقايق كويس قوي وركزت فيهم قوي، جريد فاست بريك. لا فرقتنا مفيش قلقان في الهجوم خالص يا كابتن، عندنا حلول كتيره وعندنا لعيبه بتجري وعندنا لعيبه بتعمل اختراقات، انا في الهجوم مش قلقان. ما هو اللي خلى الشوط الاولاني في اول يعني اول 17 18 دقيقه السكور فرق، يعني عندك الدقيقه 20 كان 19-7 للاهلي لسه. بعد كده بقى من الدقيقه 20 لغايه الدقيقه مثلا 30 الشوط ده خلص، السكور عالي، فوز الفرق 6 وفرق 7، وغير كمان الكوره بتاعت كاستيلو الفاست بريك اللي هي جون صدها دي كان يبقى فرق 8 وفرق 9. بس ليه ما زودش؟ يعني فرق بالظبط، فرق 6 كويس بس محتاجين نزود، ليه ما زودش؟ صح، ليه؟ هو الطبيعي انت ده كل ما انت بتهمد الفرقه اللي قدامك بتحط فيها 5 و6 و7 و10 تجوان، ده بيفرق كتير قوي معاهم اصلا. خلاص هو نزل سلم، المفروض انا لو وصلت ال10 تجوان هو الفرقه الثانيه اللي قدامك بالمدير الفني يسلمه هيقول لك ماشي الكوره طول الهجمه. يعني انا اعتقد دلوقتي ان فرقه البنك الاهلي هتنزل ان هي تطول الهجمه، عشان المفروض ان الاهلي هيدافع كويس قوي وهيجري على الفاست بريك، يبقى انا المفروض ان انا اطول الهجمه بتاعتي، ان انا ما عنديش كبنك اهلي حلول، ما عنديش مصوبين خارجيين خاصه. يعني ممكن الدنيا تفتح منه يعني عندي يوسف وعندي كويتي اصلا، في هم اصلا سترافات وبيميلوا اصلا ان هم يلعبوا اختراقات او يشوفوا من تحت او يبصوا للفرقه. ما فيش حلول في البنك الاهلي كتير. بس كابتن يحيى استاذن حضرتك، احنا لازم نروح ارض الملعب لان خلاص لحظات وتنطلق احداث الشوط التالي. اعزائي المشاهدين هنطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي لنقل احداث الشوط الثاني مباراه الاهلي والبنك الاهلي، فالى هناك.